لا تطالع شي من البرات ابني، بعد ربع ساعة بيكون الغدا جاهز. شكلك كتير جوعان. أنا حاسة فيك حبيبي، عم تفكر بالمسكينة ومانك قدران تشيلها من بالك بنوب، وعم تتفشش بالأكل، بس هالشي مو حل بنوب. بتعرف شو لازم تعمل؟ تقعد مع حالك وتدعي لها أنه تتعافى، وربنا رح يستجيب ويسامحك. لا تضل ساكت هيك ابني. مشان الله أمي حاج، مين قال لك إني زعلان؟ طالع لأبوك، بتخبي كل شي بقلبك وما بتحكي قدام حدا. لا بس أنا عن جد ماني زعلان عليها. يعني أنا زعلان بس لأنه راح الموتور، كنت وعد رفقاتي أخده على المدرسة ونطلع فيه مشوار. كيف؟ كرم، أنت حاسس حالك شو عم تحكي ابني؟ نسيت هالمسكينة، نسيت شو صاير فيها من تحت راسك أنت والموتور تبعك؟ لك كيف مانك حاسس بالذنب؟ شو أعمل لها يعني؟ هي اللي نطت مثل القردة بنص الشارع، الحق عليها مو علي. عيب تحكي هيك، عيب ابني. بعدين ما شفت له أي وزيزي شو صار فيهم، المسكين كان عم يبكي مثل الأولاد، معقول ما حسيت فيهم؟ أنت قلتي عنا مبارح، المرة كانت ختيارة، وين المشكلة إذا ماتت؟ لازم تزعلي علي أنا، لساتني شاب وبأول عمري، ما بيكفي إنه انحرمت من الموتور بسببها؟ يا ريتني مت وما سمعتك عم تحكي هيك. لا تقلبيها مناحة، يعني ضروري ابكي طول الوقت؟ المرة ختيارة وعادي إذا ماتت، تموت هلا أحسن ما تمرض وتموت. هاد مو شغلك لحتى تقرر أنت إمتى لازم تموت. خلص أوكي، رح تضلي تنقيلها تكرهيني عيشتي. كرام؟ مشان الله تفهمني، معقول مانك ندمان؟ معقول مانك حاسس بالذنب لأنك عملت فيها هيك ابني؟ ليش بدك ياني اندام؟ ليش بدك ياني اتضايق وحس بالذنب؟ لأنه بدي أعرف إنه في بقلبك رحمة وإنه قلبك مانو حجر. شو رح تفرق إذا عرفتي يعني؟ كرام، فيك تعطيني بس سبب واحد مشان ما سلمك للشرطة؟ ها؟ لأنه أنا ابنك، ما بيكفي؟ وإذا سلمتيني للشرطة، أنت اللي بيكون قلبك حجر، هم؟